بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك بمناسبة الذكرى 47 لليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. أعرب جلالته فيها عن أطيب تهانيه وتمنياته له بمنفور الصحة والسعادة ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة سموه الحكيمة. مشيدا جلالته رعاه الله بعمق العلاقات الطيبة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو.